السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلب منسمع، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وهنا. طبعا أنا مش يعني مش بتأسف لكم والله على التأخير، ربنا اللي يعلم، أنا ربنا اللي يعلم بظروفي، أنا بمر بظروف صعبة جدا، يعني مفيش داعي للكلام، الشكوى الغير الله مذلة، الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا أنا راضية بيه. يا رب ادعونا بس يا جماعة ان الايام الصعبة اللي احنا فيها دي تعدي على خير، عشان انا ما يمنعنيش عنكم والله الا ايه الفترة دي كلها الا الشديدة قوي. يعني لما كنت ببقى عيانة كنت بقعد يومين كده وانزل اصور على طول الفيديو وانزل، بس دلوقتي بصراحة ربنا عندي ظروف في البيت جامدة فبتمنعني بصراحة ربنا عن التصوير وعن نزول الفيديوهات، حتى الطيور اهملت فيها لدرجة ان مبقتش اطلع لها زي الاول. يعني عندي بطاية كانت بتبيض والبيض باظ تحتها، يعني ما رقدتش، مش باظ البيض ما رقدتش، وبطايه تاني اللي كانت بتبيض في القفص دوت برضو باضت، والبيض بتاعها بنشيله من مكانه وننقله في مكان تاني، اتكسر كله، بنت اخره بس اتكسر كله زي ما هو، كانت بيضه حوالي 7 بيضات. المهم حبايب قلبي لو بتشوفوا قناتي لاول مره تشتركوا فيها، وبالله عليكم تدعمونا يا جماعه ايه في القناه دي عشان ربنا يكرمنا فيها كده. انا عارفه ان انا بشتغلش عليها الايام دي، بس الظروف اللي انا فيها صعبه يا جماعه جدا، ربنا يا رب ما يكتبها على حد ابدا. المهم حاولت البطايه ما كانتش عايزه ترقد، حاولت احط قفص كده ورقدها برضو مفيش فايده مع انها رقدت قبل كده. بصوا يا جماعه عايزه اقول لكم السنه دي زي يعني اكنها نفسي جت في الطيور بتاعتي، مفيش حاجه نافعه بالذات في البط اللي بيرقد. المهم الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وكل اللي يجيبه ربنا كويس. المهم لما حطيتها على البيض وسبتها عملت حمام على البيض وبهدلته، فاضطريت اشيلها والبيض ساقع زي ما هو، ما يعني ما رقدتش واقفه عليه، انا مبيتها على البيض. بصوا عملت ايه بقى، فعلا يا جماعة في بط ما بيرضاش يرقد على البيض بالعافية، لازم تسيبيه هو بيخش يرقد ايه براحته، يعني هتجبريه لا مفيش فايدة. يعني في الفرخة فعلا لما عملت معاها كده رقدت قبل كده اول مرة كانت ترقد عندي، لكن البط حاولت معاها كتير بصراحة ربنا ما رضيش ترقد نهائي الحمد لله. يعني كل البيض ده يا جماعة كان عندي بقى البطية تانية رقدة وكانت ايه قربت تطلع، فروحت حطها تحت البطايه التانية، قلت ايه تحاول تدفيه بسرعه عشان البيض ما يبص عندي خساره، هي دي بطايه بلدي والدكر اللي بيكسرها خليط مسكوفي، فالبيض بتاعها شوفي الحجم البيضه عامله ازاي يا جماعه كبيره وجميله، فحطيتهم تحت البطايه البلدي، والبيض اللي هو بتاع البطه المسكوفي اتكسر، وقلنا الحمد لله. دي البطايه دي مش بتاعتي زي ما قلت لكم قبل كده، انا بتاعت سلفتي، الفيديو ده قديم يا جماعه، مش يعني انا كنت مصوراه ومسحت الصوت وسجلت لكم الصوت من جديد عشان بقاله كتير قوي مصوراه الفيديو ده، يعني انا لسه ما طلعتش اصور فيديوهات جديده، ويا عالم هعرف اصور فيديوهات جديده ولا لا، بالله عليكم تدعوا لي يا جماعه. المهم بتجيلي قفله مره واحده كده، يعني الضغط اللي انا فيه فبتجيلي قفله عن كل حاجه، مبقاش عايزه اصور حتى فيديوهات ولا انزل اي فيديو على القناه. المهم الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا يا جماعة كويس أنا راضية بيه. زي ما قلت لكم البطاية دي كانت بتبيض هنا، ولما جمعت 7 بيضات اتكسر، ودي اللي أنا قلت لكم عليها، نضفت لها البيض تاني برضو وأتعامل معاها محاولات عشان ترقد ما فيش فايدة، ما عرفش اتجننت في عقلها جرالها ايه مع انها رقدت قبل كده وطلعت لي بط والله، وكتاكيت كانت راقدة على الاتنين. المهم الحمد لله، فطبعا كنت بجيبها كده بحاول احننها كده على البيض واقول لها يعني روحي ناحيه البيت كده عشان ترقد، وجبت خشبه وضللت لها زي ما وانتم شايفين كده يا جماعه، عملت معاها كل الطرق. طبعا زي ما قلت لكم حتى مش مهتميه ولا بطلع على السطح دلوقتي اعمل حاجه، يعني هتلاحظوا السطح مش منظفاه برضو. المهم الحمد لله دول شويه البط اللي كانوا باقيين عندي من الاول، دول كانوا صغيرين، دول الكام دكر دول زي ما قلت لكم الفيديوهات دي، هي دي البطايه بقى اللي مش راضيه ترقد يا جماعه دي خالص، عايزه تهج على بره كده، بصوا سابت البيضه اهي وقامت تاني. المهم حاولت معاها دخلتها تاني ما رضتش ترقد، فيعني كنت زعلانه جدا عشان هي انا كنت حابه البطايه البلدي دي بترقد بتنفعني في حاجات تانية، بحط تحتها بيض على البطه المسكوف. المهم حط لهم حبه اكل وحبه ميه عشان قلت تتكن وترقد مع اللي راقدين دول ما فيش فايدة فيها. المهم يا جماعة بالله عليكم ما تنسوا اللايك يا جماعة بالله عليكم، والصلاة على النبي، يعني أهم حاجة الصلاة على النبي يا جماعة عشان ربنا يبارك لنا في إيه في كل حاجتنا كده. طبعا أنا لما برقد عندي بط بحب أحط الأكل قدامه عشان ما يقومش ويسيب البيض ويهج كل شوية، التانيين اللي هما لاقدين معاها في نفس المكان بيقوموا ياكلوا وبيرجعوا تاني.
طلعت على السطح، قلت بقى ايه، احط شويه اكل للكام بطايه دول. عارفين بطلع، والله يا جماعه بطلع ارمي الاكل كده بسرعه بسرعه واغسل الحاجه تحت الميه، ما فيش اكتر من كده، ومره واحده في اليوم. الاول كنت بطلع للطيور كذا مره في اليوم، دلوقتي مش عارفه اطلع كذا مره في اليوم زي الاول بصراحه ربنا. المهم البطايه اللي هي جنب الدكر دي هي اللي بتبيض، اللي كانت بتبيض، وقلت لكم البيض بتاعها اتكسر، تبقى بنت البطه المسكوفي اللي هي ايه في النص دي. هي ما شاء الله ولادها كلهم حلوين على فكره يا جماعه. انا دبحت النوتشي دي كلها اللي هي معاهم دول، ما خليتش الا النتايه البيضه دي وامها بس، والكام دكر اللي هم ايه الصغيرين. مش انا قلت لكم انا كان عندي 4 نوتشي، قلت ما لهمش لازمه، فرحت دبحهم بصراحه ربنا. قلت كده كده الفراخ غليت فما لهمش لازمه ايه نخليهم، رحت بصراحه دبحهم. المهم ادعولنا كده ان ربنا يبارك كده ويطلع لنا شويه بط، ولا نربيهم بقى عشان رمضان. كل سنه وانتم طيبين، يعني الوقت اللي فاضل على رمضان يا دوبك ان كنت هتلحقي تربي حاجه. البط بياخد وقت قبل ما بيستوي وكده. الفراخ بتكبر بسرعه، لو عايزه تجيبي شويه فراخ رزي، انا نفسي اجيب الفراخ اللي هي الرز بصراحه ربنا، عشان دلوقتي كتاكيت البيضه يعني بصوا خدت في وشها وطلعت، يعني كتكوت النهارده ب 31 جنيه وبيقولوا ب 34، مش يعني في انواع ب 34. المهم الفراخ البيضة بصراحة ربنا انا مش هجيب كتاكيت بيضة الا لما ترخص خالص، لكن ممكن اجيب شوية اللي هو الرز الفيومي ده، بيبقى جميل جدا، بيشيل معاكي وزن وفي نفس الوقت بيبقى طعمه مسكر. دخلت هنا عند الفراخ وعند الرومي، طبعا انا حاطه الدكر ده هنا معاهم عشان لما بيطلع على السطح هو والدكر التاني بيتخانقوا مع بعض، بيتفق مع الديك الرومي لكن ما يتفقش مع اللهم صل على النبي مع الدكر البط خالص. زي ما انتم شايفين كده الاكل، بحط كده ايه حاجات سريعه سريعه كده، والفراخ عندي كلها مريحه، ما فيش ولا فرخه بتبيض عندي والله زي ما بقول لكم كده. يعني الاول كنت بشوف منهم 5 بيضات 4 بيضات 6 بيضات، كان يعني كانت في حاجات يعني بتمشي البيت، بتطلع لي بتمشي البيت، والبيت دلوقتي زي ما انتم عارفين غلي برضه هو كمان. المهم ربنا ايه معانا كلنا يا رب، ويقوينا على الغلا اللي احنا فيه، ويعين الناس يا رب كلها. المهم صلوا على النبي حبايب قلبي، بالله عليكم وانا بفكرك اهو بالصلاه على النبي، مش عشان حسد والله، انتوا عارفين ام نسمه بتحب الصلاه على النبي دايما. المهم حطيت الاكل ووقفت حبه قدامهم كده، وبعدين ولا نظفت ولا عملت، بروح نازله بسرعه يعني كل اللي كام يوم اطلعهم على السطح واروح ماسكه الاوضه ايه باللي هو الفاس الصغير ده اجحتها كده. الاول كنت ببوش واعمل بالخرطوم، دلوقتي ايه مش ماليش نفس كمان، انا غير ان انا مش فاضيه ماليش نفس ان انا اعمل حاجه، مش عارفه جات لي قفله كده الله اعلم من ايه. المهم ادعولنا كده ربنا يسهل لنا ونرجع تاني نصور زي الاول ونستمر معاكم، عشان يمكن ربنا يكرمنا من القناه دي. لو اني كانت في الاول خالص يا جماعه كنت بصور معاكم واقول لكم القناه يعني ما فيش مشاهدات، دلوقتي ما فيش خالص، كانت مشاهداتها قليله، دلوقتي معدومه المشاهدات ما فيش، عشان انا طبعا ما بنزلش والناس بتخش على الجديد، يعني ما تنزلي فيديو بيخش يشوفوه، لكن هيخشوا على القديم يعملوا ايه. المهم الحمد لله، ادعوا لنا يا جماعه كده ان ربنا يعدي الازمه اللي احنا فيها دي على خير. الغلاء دوت مبهدل الناس كلها وخانقها، يعني اللي داخل مش ربع اللي بتجيبيه بيه حاجات من بره، اذا كان بقى اكل لطيور، حاجات لبيتك، حاجات لاولادك، مدارس، كل الحاجات دي ايه ضغط على الناس بصراحه ربنا. المهم الحمد لله، طبعا الروميه بتاعتنا ايه اللهم صل على النبي، بشوف بشيلها كده مريحه كده، هي بقى لها شهرين ما باضتش، فبشوف يمكن تكون باضت ورا الخشبه دي، عشان هي بتبيض ما بترقدش الروميه دي، فباخد البيضه بتاعتها بحطها تحت حاجه تانية. ودول اللهم صل على النبي اللهم بارك، دول ولادها ما شاء الله، باكلهم يا جماعه زي ما انتم عارفين قلت لكم قبل كده، تشيشه على علف، بخلط الاثنين على بعض، ما اقدرش اكل علف صافي. الرومي ده لو اكلتيه علف صافي اللهم صل على النبي هتشوفي حاجه كويسه، هتشوفي رومي ما شاء الله اوزانه حلوه، بس طبعا انتوا عارفين العلف هو رخيص شويه، بس مهما كان برده مش رخيص، غالي برده، يعني الشكاره مثلا ب 500 جنيه طب ما هي ب 500 جنيه مش قليله برده، غاليه. المهم الحمد لله، طبعا اللي بياكلوا دول الديك والروميه اللي هم الاصل الكبار خالص، اللي هم الاصل اللي عندي من الاول، لكن دول اللهم صل على النبي ربنا يبارك فيهم كده ايه اولادهم. عندي ديك اللي هو الاحمر دوت الكبير دوت، بفكر اذبحه عشان عندي ديك تاني ابيض اهوت، مش عايزه اخلي ديوك على الفاضي ما لهمش لازمه، عندي بصراحه ربنا ديكين بيض، اخلي الاثنين لما يكبروا كده واشوف انهي الاحسن فيهم وايه واذبح التاني.
بس الاحمر دوت كبر بقى عنده اكتر من سنتين كده، بقول اذبحه ايه بدل ما مالوش يعني، مع ان الديك دوت ما شاء الله يعني في التكسير ما شاء الله حلو، كان بالبيض كنت بحطه تحت البط كان بيطلع كله عمران، البيض بتاع الفراخ يعني. اما شوف ربنا يسهل، احنا في وقت الغلا اللي احنا فيه ده بنقلب في اي حاجه كده عندنا في طيورنا، ايه ناخدها نذبحها عشان تمشي ايه البيت شويه. المهم الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا.